العظم والله ماش معقول، لأن العظم هذا كان ذكري وحتى طوى موجود للعائلة الفقيرة اللي ما تخلصش على حليب، ما تخلصش على اللحم، تشري العظم باستعمل عجة لولادهم. غالي برشا، أنا مشيت نشري في حار عظم باش نطيب بها، نقاها بدينار، تفاجأت خاطرني في النجم نستعمل في النهار حارتين، عندي ولاد يقراو ما ياكلكش، يحب ياكل عظمة ما ياكلش فطور. بيع سومبار اللي تجاوز الدينار، بالنسبة لي معناتها حتى كان جا عظم معناتها ودخل في الأجرو أليمونتير، يعني حتى قيمة الغذائية مش هيك الحاجة الطايرة برشا، مش كم تفضلوا علينا مش خليت لهم. ياسر عادة ما فهمتش أنا في الماشية تونس، فريمون سي كاتاستروفيك، ما فهمتش كيفاش معناتها الدولة ساكتة هكاك. مش حتى العظم في كل شيء معناتها سكتها سخوفية. العطار ناقص أما موجود في الجرانسي الفاس بسوم خيالي، نحن الناس مشيت أتوب قريب 8000 تم اللي تجوز ديز دينار. مش مبرر كل شيء غالي، راه مش العظم ما ذي أبسط حاجة، راه العظم ما انتي برا شوف الخضرة وشوف كل شيء تشوف. ياسر ياسر ياسر.